فرش شكه القيادي في أنصار الشريعة كان مجهز خلية يبي يغتال الضاوي نظام ويغتال ايش اسمه الثاني هذا محمود حمزة وبيغتال مجموعة من قادة الردع، فسمعوا به الردع قعدوا هم نفسهم يبوا يغتالوه، فهرب للسراج تحت حماية الميليشياوي محمود جعفر وما يطلعش خارج جنزور إلا أحيانا يعبر في السريع يمشي للبقرة في تجورة لكن من الطريق السريع فقط وبتنسيق معين.